ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض قراءة كلمات من 3 أحرف بحركة الفتح. ز ر ع زرع و ز ن وزن د ر س درس ر ز ق رزق د ر ج درج ر د م ردم ا د ب أدب ذ ر ف ذرف ر و ع روع ز ا ر زأر و ر م ورم. شكرا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناة كراميل تي في. السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض حرف القاف بالفتحة والضمة والكسر. قا قو قي قا قو قي قا قو قي قا 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 قلم قا قلم قا قمح قا قمح قا قصر قا قصر قا قصب قا قصب قا قدم قا قدم قا قميص قا قميص قا قارب قا قارب قا قهوة قا قهوة قا قلعة قا قلعة قو 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 قفاز قو قفاز قو قبعة قو قبعة قو قنفد قو قنفد قو قطن قو قطن قي قي
قي قطة، قي قطة، قي قرد، قي قرد، قي قناع، قي قناع، قي قطار، قي قطار، قي قمامة، قي قمامة، يلا بينا نتعلم مع بعض نوصل الصور بالكلمات. أول صورة عندنا يا حلوين هي صورة دودة. يا ترى كلمة دودة فين؟ برافو عليكم، يلا نوصلهم ببعض. تاني صورة عندنا يا حلوين هي صورة ديك. يا ترى كلمة ديك فين؟ برافو عليكم، يلا نوصلهم ببعض. آخر صورة عندنا يا حلوين هي صورة دب. برافو، يا ترى كلمة دب فين؟ برافو عليكم، يلا نوصلهم ببعض. عندنا ثلاث كلمات، ديك، دب، دودة. ديك، دب، دودة، دودة، ديك، دب.